وسلم وبارك. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفا، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية على أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى. نسألك اللهم بأموالك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية من هو آخر الأنبياء بصورته وأوله بمعنى، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يهدون فضلا من الله، وبحبلة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، تكفينا كل مدة همة وبرية، ولا تجعلنا ممن أهواه هوى، وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتلهم عمن سواك غنى. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية، وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية، واسقنا غيث يعم ثياب سيدي السبسب وربا، واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومتما، وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسكنا، واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا، وكاتبها وقارئها ومن أصاق إليه سمعه وأصغى. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه، ما شنفت الآذان من وصف الذري بأقراط جوهرية، وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يسر الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.